نروح بقى للماتش البرازيل اللي كان تحفة كروية، يعني بنتفرج كده على ماتش ما فيهوش غلطة، كأنهم بيلعبوا بلاي ستيشن. فريق مرعب، فريق مرعب جدا في كل شيء، كل تفاصيله مرعبة. البرازيل هو المرشح الأول للفوز باللقب من قبل بداية البطولة مع العناصر الموجودة حتى أساسية واحتياطية. منتخب البرازيل كان أول منتخب في التاريخ يشارك قائمته كاملة في البطولة. امبارح نزل الحارس ويفرتون، الحارس الثالث بقى، فريق البرازيل كله بالكامل شارك في البطولة. يمكن كمان الحاجه اللي نفعت البرازيل اكتر شويه البطوله دي ان هم تجنبوا الفرق البدنيه، يعني فرقه اورجواي فرقه بتلعب بدني جدا، من تدخلات عنيفه على نيمار اللي هو اكتر لاعب بيحصل عليه تدخلات عنيفه دايما، بعيدوا عن المكسيك اللي حصل كمان في 2018، بعيدوا عن كولومبيا اللي تعرض فيه اصابه لنيمار في 2014 قبل كده، فهم طريقهم بعيد عن المنتخبات اللي ممكن المهاره الزياده تخليهم يسيبوا منهم لعيبه. الكرواتيا الدور الربع النهائي، اليابان طبعا بعد كده هيبقى لو الطبيعي يا اما الارجنتين يا اما هولندا، فبالتالي هم كمان بعدوا عن الحاجات اللي ممكن تخليهم يقلقوا ان هم يظهروا مهاراتهم. في كل الاحوال البرازيل مش اصل الكوره، اصل الكوره كان في انجلترا، ولكن البرازيل هم اكتر فريق ممتع على مر التاريخ بيقدم كره قدم. البرازيل اصل الكوره، اصل الكوره انجلترا، اصل الكوره، اصل الكوره كوبا امريكا، كوبا امريكا اتعملت قبل كاس العالم. لا هو اصل البدايه الكوره اللاتينيه، هي الكوره اللاتينيه هي كده كده مفيش خلاف على المهاره. حسن وبدات بدري. انا بصي انا